صعدت وتيرة الاغتيالات في البصرة في الآونة الأخيرة، شهدت المدينة ليلة البارحة اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، اللذين يعملان في قناة دجلة الفضائية بعد انتهائهما من تغطية التظاهرات. وشهدت التظاهرات حملة اعتقالات نفذت بحق المتظاهرين، وتعد هذه الحادثة ضمن سلسلة من عمليات القتل والتصفية الجسدية التي طالت ناشطين مدنيين ومتظاهرين وإعلاميين منذ عام 2003 وحتى الآن. لن يكون أحمد عبد الصمد وصفاء غالي آخر صحفيين يتم اغتيالهما، ولم يكونا الأولين. فالقائمة جد طويلة منذ تغيير النظام في عام 2003، عندما شهدت البصرة اغتيال صحفيين مثل فاخر التميمي مراسل نيويورك تايمز وعبد الحسين خزع المراسل الحرة. وقبل عام اغتيلت الناشطة المدنية سعاد العلي، وقبل شهور كان الناشط المدني حسين عادل وزوجته ضمن قائمة المستهدفين، لتضع تلك الاغتيالات البصرة في قائمة المدن الأكثر خطورة في ممارسة الصحافة. شنو الجديد اللي سواه؟ وحتى اليوم لم تكشف التحقيقات أي جهة متورطة في تلك الجرائم. يتفاعل أهالي المدينة مع حوادث الاغتيال على نحو كبير، ويحملون الأجهزة الأمنية والطبقة السياسية مسؤولية الانفلات الأمني. بالطبع مع وجود الفصائل المسلحة تبدو مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضربا من المستحيل، ومع توافر رخص حمل السلاح وبطاقات الهويات التي تمنح لعناصر في تلك الفصائل، يتوافر أيضا مناخ ملائم لتحرك فرق الموت وتنفيذ الاغتيالات في وقت تبدو فيه الأجهزة الأمنية منهمكة في قمع الاحتجاجات، مما يفسح المجال أمام تلك الفرق لتصفية أهدافها. المدينة تتنفس رائحة الموت كل يوم، ويبدو أن السلطات فيها غير مكترثة بتصاعد وتيرة الاغتيالات. ومعنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، يبدو أن هناك وسائل جديدة لقمع الحراك الشعبي العراقي، أعطنا لو سمحت الملخص الميداني والسياسي لهذا الحراك، وهل عاد الزخم في الشوارع العراقية كما كان قبل التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران على الساحة العراقية؟ شكلت موجة الاغتيالات والاعتقالات وكذلك الترهيب علامة فارقة في موجة الحراك الشعبي التي بدأت منذ الأول من أكتوبر من العام الماضي رويدة. هذه الأساليب تكررت وتعددت بأسلوب ممنهج، كما تفيد بيانات مفوضية حقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية رقابية تتابع ما يجري يوميا فيما يتعلق بأحداث الاحتجاجات الشعبية من العاصمة بغداد وصولا إلى محافظة البصرة جنوبا. لحد الآن تجاوزت أعداد القتلى 500 قتيل، أما أعداد الجرحى فقد تجاوزت قائمة من سجلوا لدى المستشفيات الحكومية أكثر من 20 ألفا. هذه الأرقام الصادمة لا تشمل بالتأكيد من تم اعتقالهم أو من تحدث ذووهم عن اختفائهم خلال الأسابيع العشرة الماضية. كما ذكرت، هذه الأساليب تكررت وازدادت خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد عودة الحراك الشعبي إلى الواجهة مجددا منذ صبيحة يوم أمس الجمعة، بعد دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين وإعلاميين وتنسيقيات في الحراك الشعبي. من التقيناهم اليوم في ساحة التحرير أكدوا بأنهم سيبقون في ساحات الاحتجاج في العاصمة العراقية بغداد وصولا إلى الجنوب، لأنهم متمسكون بمطالبهم في تغيير الطبقة الحاكمة.